اليوم خدمنا لكم خدمة ديال الكتاف، كما كتلاحظوا بدينا بخدمة ديال البارا كتفين اللور. كنحاول كنهبط لو ماكسيموم مورا ودني، ومورا كنطلع لو ماكسيموم ويدي كيبقاو مجموعين شويه ما كنطلقهمش كاملين. خدمنا أربعة ديال لي سيري، الاولى فيه 20، الثاني 15، والثالث 12، والرابع الاخراني 8. خليكم مع الفيديو، تابعونا. في الخدمة الثالثة كما كتلاحظوا كنخدموا الكتاف من الجناب، كنحاول كنطلع ما شويش القدام باش كنخدم الكتاف 100% من الجنب. خدمنا فيها ثلاثة ديال لي سيري، 12 10 8، وكما كتلاحظوا كنحاول كنرفع يدي لو ماكسيموم، وتابعوا الفيديو. الخدمه الرابعه كما كتلاحظوا كنخدموا الكتاف ديال القدام، كنحاول كنعلي شويه حتى الفوق السنطيحه ديالنا، موراها كنخدم الخدمه الثانيه عاود كذلك مع السنطيحه، عاود كنعملوا سيريه عيده، يعني واحد الحركه ثانيه سيريه ثانيه حركه اخرى، وهي ماشيه حتى كنساليو 10 10 في كل خدمه. ضربنا فيها ثلاثه ديال لي سيري، 12 10 8. تابعوا الفيديو. اخر خدمه ديال اليوم كانت الخدمه ديال الترابيز، خدمنا الترابيز ديال اللور، ضربنا فيه لو ماكسيموم ديالنا، خدمنا 6 سيري حتى كنعياو الطوبي ديالنا، وكانت هذه اخر خدمه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وعملوا لنا شي سبسكرايب، واذا كان شي اشكال او شي حاجه تقصيو او شي كومونتير او اي حاجه كتبوا لنا دي كومونتير وخليو لنا، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالنا. اي ميرسي بزاف وبسلامه، نشوفو ان شاء الله في البلوك اخر. الو، غادي كانت الخدمه ديال الكتاف ديال هاد النهار هذا، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالنا، وعملوا لنا جيم وسبسكرايب، وشكرا بزاف، ونتلاقاو في بلوك ثاني ان شاء الله. Game over.